مع انتهاء مؤتمر أستانا في كازاخستان أطلت تركيا بموقف لافت، إذ صنفت للمرة الأولى وعلى نحو رسمي تنظيم داعش وجبهة النصرة التي تعرف الآن بجبهة فتح الشام منظمتين إرهابيتين، مؤكدة أنها ستتصرف معهما على هذا الأساس. ويأتي تصنيف اسطنبول للمنظمتين بعد سلسلة أحداث دموية تبنت داعش تنفيذها في تركيا، فيما هددت جبهة الشام بتوجيه ضربة قوية إلى الفصائل المعارضة المعتدلة التي تدعمها تركيا وبتعطيل محادثات السلام التي ترعاها روسيا. ومع تحول المسار التركي تكتسب المفاوضات بشأن سوريا بعدا آخر يتمثل في انعدام أي فرصة أمام المنظمتين الإرهابيتين، لا سيما جبهة النصرة، في المشاركة في أي مفاوضات بين النظام والمعارضة. وفي هذا السياق شنت النصرة هجوما على الجيش السوري الحر في أرياف حلب وأدلب، وتعكس هذه الهجمات رغبة الجبهة في خرق أي اتفاق لوقف إطلاق النار ومن ثم منع التوصل إلى حل سياسي للصراع السوري. الجيش التركي أعلن من جهته القضاء على 23 عنصرا من تنظيم داعش وتدمير أهداف له، وذلك في ضربات جوية وبرية استهدفت شمالي سوريا في إطار عملية درع الفرات.